العشرات وليس مئات الفلسطينيين في أذربيجان. رغم ذلك دائما في حضور جيد يعني ل يعني أبناء الجالية الفلسطينية. ولعبة أمامية خطيرة، يلا سجل جول 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 عدي الدباج ابن حارث السعدية في مدينة القدس ابن العاصمة الفلسطينية، يسجل أول أهداف المباراة. حارس المرمى، حارس المرمى السابق وهو في سن اللي هي 10 سنوات، والذي تحول لأول مرعب لحراس المرمى بعدها، يسجل أول أهداف المنتخب الوطني وثالث أهداف عدي الدباج في هذه البطولة. الله يا ولد على اللعبة الماضية، استلام جميل باليمنى، ترويج جيد للكرة، لعبة في المرمى التركي، جول لفلسطين، هدف أول للمنتخب الوطني بعد 69 عام. وفي 15 من أيار الشعب الفلسطيني بأبناء ورجاله وأبطاله لازال يقاتل على الأحلام. في حال انتصر بأي نتيجة راح يعني يرفع رصيده من الأهداف، إما بيصير كما قلنا مسجل مثل مستقبل من الأهداف. أمرا إيش يا يوسف، إيش يا يوسف، إيش يا يوسف، واللعبة العرضية مرت، تغطية ممتازة من أحمد السيد، واللاعب التركي اللاعب رقم 9 للمنتخب التركي أحمد كيلالك اللعبة، وحمادة وقول يا ولد جول، هيو الجول هيو، حمادة مرابة، حمادة مرابة ابن قلقيليا يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني. وفاتح معاهم الشباب، راحوا بالأول، راحوا لفرصة الثاني ما سجلوها، مرة ثانية ضربوا المرمى ما سجلوا، واللعبة الرابعة والخامسة عن طريق حمادة مرابة يسجل حمادة. أيوة يا ولد، أيوة يا ولد، أيوة يا ولد، أيوة يا ولد، جول نعم، جول جول جول. المنتخب الوطني بي يعني عنفوان هجومي بي اختتام مميز لتركيا، موجود في أعمار حتى يعني فوق 23 عام، لكن لعبة أخيرة ممتازة من حمادة مرابة. هذه الطريقة اللي ممكن يسجل فيها حمادة مرابة. منتخب التركي ملعوبة، عدي الدباج 18 عام لكن ما شاء الله بشخصية كبيرة، والكتف الفلسطيني يضرب، اللعبة الأمامية والثالث، يلا خلص جول، الله لا 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 لا، مزيكا مزيكا فلسطينية في هذه المباراة. هدف ثالث عن طريق إسلام البطران، هدف ثالث عن طريق اللاعب إسلام البطران للمنتخب الوطني. أي شخصية وأي هجوم وأي فلسطين تلعب في هذه المباراة، سبحان الله 15 أيار وكأن فيها رسالة، وكأن فيها رسالة. أيها المارون أيها المارون بين الكلمات العابرة ارحلوا. المنتخب التركي ممكن جدا بهدف أول يدخل المباراة. عالية ملعوبة خطيرة والعارضة، أوه جول نعم، جول للمنتخب التركي. مطالبات من لاعبينا بوجود تسلل على اللاعب مالي أوكتان أو أوكوتان، لكن شوف اللعبة الأخيرة الرأسية، المتابعة ما فيها أوفسايد بالمرة، ما فيها أوفسايد، واللي سجل هدف يمكن اللاعب 15 حتى تابع اللعبة الماضية، هلا متأكد. ها هي اللعبة الأخيرة، رأسية أولى للمنتخب التركي، ضربت العارضة رجعت، متابعة من 15 نعم، مقابل 124 المنتخب الوطني التركي التي وصلت كأس العالم في مناسبتين. لكن الآن لعبة، أوه هنا هدف للمنتخب التركي، هدف للمنتخب التركي عن طريق اللاعب ميلي أوكوتان. يعني كنا نتكلم عن موضوع الهدية اللي ممكن تيجي من الملعب الآخر، حاليا حتى لو سجلت الجزائر الهدف الثاني برضو منتخب الوطني راح يكون مطالب بتسجيل هدف آخر في هاي المباراة. يزل العويوي والفراغ اللي أنا مش فاهم صراحة، في ثلاث لعبات نفس الفراغ نفس المكان، يوسف الأشهب بيجي بيغطي مكان يزل العويوي، طب ليش ما يزن يلعب هون هو ومحمد صبا طول التركي. اوكي اللاعب بيسير او محمد بيسير، لعبة الآن التركي خطيرة خطيرة، جول
جول التعادل. ريمونتادا تركية في المباراة، ريمونتادا تركية في المباراة، 3-2 صارت 3-3. لا، الشوط الثاني كارثي بمعنى الكلمة، بينما قلنا بين الشوط الأول حتى الدقيقة 44 كان أفضل أشواطنا يمكن في عمر البطولة، الشوط الثاني وأسوأ أشواطنا تماما. المنتخب الوطني يتراجع بصورة قريبة 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 قريبة، ودائما الدفاع يضرب عالي للأمام، ملعوبة خطيرة، الرابع لتركيا، الرابع لتركيا عن طريق حق جاناكسو لتكتمل الريمونتادا التركية في المباراة. 4-4-4. من كان يتخيل بأن حلم الشوط الأول راح يصير كابوس في الشوط الثاني؟ بين الحلم والكابوس عايشنا هاي المباراة، بين تقدم وتأخر، بين طلوع للأمام ونزول وتراجع للخلف، بين ابتسامة وحزن بعدها، بعد سيناريو مميز وعرض مشرف للغاية لسيناريو بائس صراحة.